يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً محلياً وعالمياً.